كشفت شركة جوجل في مؤتمر صحفي عالمي في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، كشفت عن الجيل الثاني من هاتفها الذكي بيكسل 2 وبيكسل 2XL، وذلك بالإضافة إلى الإعلان عن مجموعة أخرى من الأجهزة. وكانت جوجل قد أعلنت عن نيتها المنافسة في سوق الهواتف الذكية، وهو ما شكك فيه بعض الخبراء، مستبعدين أن تشكل تحديا خطيرا لأبل وسامسونج. ولنظرة سريعة على أبرز ما قدمته جوجل في مؤتمرها الجديد ومدى قدرتها على منافسة الشركات الأخرى في سوق الهواتف الذكية، ينضم إلينا في الاستوديو المختص في التقنية زميلنا سلطان بتاوي. أهلا فيك معنا يا سلطان. أهلا يا سارة. العالم كله حكى عن مؤتمر خلينا نقول جوجل، يمكن ما كان له نفس الصدى في العالم العربي زي مثلا مؤتمر سامسونج وأبل، بس واضح أنه في اهتمام بهذا التليفون الجديد، إذا تحكي لنا أكثر عنه. طيب أنت عارفة طبعا شركة جوجل لها فترة وهي بتحاول تدخل على سوق الهواتف الذكية. هم اخترعوا منصة الأندرويد، فبالتالي وزعت أول شيء لعدة شركات الآن بتحاول تدخل. كان دائما في شك أنه هل تقدر أنها تواصل وتوفر كمية أجهزة للأسواق العالمية. اللي صار أنه قبل فترة أسبوع أو أسبوعين كان في استحواذ لجزء من شركة HTC اللي بتصنع الهواتف الذكية. نعم. وهي هذه الشركة اللي بتصنع البيكسل XL. في شركتين هي بتصنع المنتجين لشركة جوجل. فالآن XL من بيكسل هو صار زي ما تقولي صار جهاز كامل متكامل نظام التشغيل بالإضافة للجهاز من شركة جوجل. فبالتالي الشركة التايوانية أو المقر تبعهم اللي موجود في HTC خط الانتاج اللي خاص ببيكسل موجود في تايوان وفي مصنع خاص بذلك، فبالتالي حيكون في كميات أكبر تقدر تنافس بيها أو تدخل في الأسواق. جميل، يعني المرة هذه عكس المرة الماضية في هذا الهاتف البيكسل حيكون في إنتاجية أعلى، عدد أجهزة أعلى المفروض على أساس أنها تقدر تنافس. نشوف. طيب مقارنة بيسووها كثير بين الناس بين هذا الهاتف الجديد وبين منتجات أبل وسامسونج. طيب الآن بين يعني شفنا الآيفون 10 كيف أنه أصبح شاشة كاملة، وعندنا برضو النوت والإس من سامسونج كلها شاشات كاملة. ففي ناس بتقول أنه هذا الجهاز خارج عن إطار المنافسة فيما يتعلق بالشاشة الكاملة، لكن واحدة من الردود اللي بتقول فيها الشركة أنه سبب وجود إطار سميك في الشاشة وعدم وأنه شوية بارز لأنه الجهاز فيه له سماعتين أماميتين، فبالتالي الصوت السيريو الصوت أقوى، محتاجة عشان تعمل الصوت بشكل واضح محتاجة حيز تشغل السماعة هذه عشان يعطيك الصوت الواضح النقي المرتفع في نفس الوقت. فهذه من الأشياء اللي اعتمدت عليها جوجل في تنفيذ جهازها. بالإضافة إلى ذلك الجهاز يعني من ناحية شاشة مش أروع شاشة موجودة، يعني إذا قارناها مع النوت 8 أو الآيفون 10، لكن جوجل ذكية، جوجل معروفة بالذكاء الاصطناعي، وهذا الشيء اللي هي بتحاول تنافس فيه وتبرزه في هذا الهاتف. فلما مثلا نتكلم عن الألغوريثم أو اللوغاريتمات اللي بتستخدم في التقاط الصور والتعرف بالصور، فيها تعمل شغلات الشركات الثانية المنافسة اضطرت أنها تحط عدستين. مثلا الدول بيكسل اللي موجودة في البيكسل 2 بيلتقط في كل بيكسل بيكسلين، فبالتالي لما تيجي تاخذ مثلا صوره فيها اللي هي زي نظام البورتريت في الايفون اللي الصوره تكون في عزل للخلفيه، البيكسل 2 يقدر يعمل الشغله هذه من خلال عدسه واحده. فبالتالي جوجل بتحاول تستخدم التقنيه والذكاء الاصطناعي بشكل مختلف ومغاير عما توفره هو شركات المنافسه. فهذه من المميزات. بالاضافه الى ذلك كاميرتها حاصله على اعلى تقييم من ديكسو مارك مقارنه بالشركات الثانيه. كانت اليو 11 من HTC كانت حاصلة على تقييم 90، الآن في عندنا 98 اللي حاصل عليها البيكسل 2، فهذا يعني شيء مهم جدا بالنسبة لجماعة السيلفيز، الناس اللي كلنا كل العالم. أي. بس يعني واقعيا عشان بس يعني نختم هذا الموضوع، واقعيا عندهم أمل في المنافسة في جزءنا في العالم العربي؟ بالنسبه يعني شوفي اول ادابتيشن او التبني لهذه الاجهزه حيكون عند التقنيين، يعني التقنيين زي حالاتنا على طول حيروحوا يجيبوا الجهاز اول شيء، بعد كذا الناس تنتظر المراجعات كيف الجهاز، هل هو مناسب، هل
إذا ارتاحت حتبدأ الناس تطلب أونلاين. أنت لا تنسى إنه الآن الناس بدأت تدخل سوق المتاجر الإلكترونية، فجوجل الآن التجربة حقتها في المتجر الإلكتروني صارت مفتوحة وسهلة ومختلفة عن السابق، فهذه ممكن تساعد يعني. إحنا بعد نشوف، نستنى رأيكم أنتم كمان التقنيين، وأكيد أنتم بتأثروا فينا. على العموم نحن نشكرك على وجودك معنا. كان معنا في الاستوديو المختص في التقنية زميلنا سلطان بتاع. شكرا لك سلطان.